المبادئ لا تتجزأ، ففي مصائر الأمم لا يوجد فسطاط محايد. فالأزمة الخليجية مع قطر كانت الكاشفة للغطاء المانع لكل التأويلات والتبريرات. فهذه التغريدة التي غرد بها عبدالله العذبة مستشار أمير قطر تكشف بجلاء وقوف النظام القطري مع الفسطاط الإيراني ضد العرب ومصالحهم، ضد دماء أبناء الجزيرة العربية التي سالت في مواجهة التمدد الإيراني. مهما بلغت الخلافات إلا أن عروبة الجزيرة العربية والعالم العربي فوق كل خلاف، ويقف مع إيران التي تصر على انتهاك العروبة، وآخرها قبل أيام في الغوطة. إسرائيل اليوم أعتقد أنها أثبتت بأن تفوقها الجوي والعملياتي والتكنولوجي والميداني هو الأقوى مما يتصور البعض. الصوت الصهيوني لم يعرفه العرب إلا من الجزيرة، القناة التي تدار بيد المخابرات القطرية. فليس من باب المصادفة أن تكون هي المنبر الذي أسال التطبيع في أسماع العرب من المحيط للخليج. وهنا بيريز يخرج من ذات المنبر في الليلة التي تقصف فيها غزة ويده ملطخة بدماء أطفالها. فأنا وبكل احترام استمعت إلى كلمة أمير قطر، وهذا يتحدث عن المستقبل ومستقبل الأجيال. في صورة أخرى من صور الوقوف ضد العروبة والقضايا الكبرى التي لا يختلف عليها الوجدان العربي الجمعي، ناهيك عن الزيارات المتكررة لأرباب الكيان الصهيوني وفتح مكاتب تمثيل إسرائيلية. أبدأ فيها بالحديث عن الحرب التي بيننا وبينكم وبعض تداعياتها علينا وعليكم. على بعد أمتار من قاعدة العديد يصل للجزيرة شريط مصور لأسامة بن لادن في أول ظهور له بعد أحداث 11 من سبتمبر، فلا تصدق مجدداً بأنها مصادفة، الشريط الذي جر من بعده حروب أفغانستان واحتلال العراق وغيرها، وجر من بعده أيضاً التحريض على الإرهاب من خلال تبني بن لادن ورفاقه. لماذا سكتت الشخصيات المهمة في البلد؟ التحريض على الأنظمة الخليجية كان ديدن الجزيرة التي سمحت لشخصيات خليجية تطالب بإسقاط الأنظمة الخليجية بداعي الحرية والديمقراطية، وتهجر الشعب القطري عندما طالب بجزء من حريته، وآخرهم قبائل الغفران وشيوخهم. لا حرية لمتطرف، لا حرية لرجعي يدعم القتل ويكسوه بلباس الملائكة زورا وبهتانا. إنها الجزيرة، الرأي الشاذ الشقي الذي ينبعث بحماس لأقدر المهمات. ملك الروغي MBC.